كابتن محمود. حبيبي يعني ربنا نقول يخليك. الو تاني، معانا نجم النادي الاهلي كابتن احمد صديق معانا على التليفون. حبيبي الو يا حودة الصديق يا نجم، ربنا يخليك يا حبيبي. عامل يا ايه؟ فنان، الحمد لله حبيبي. عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي صديق. ازيك ابو حميد؟ ازيك يا كابتن احمد، منورنا. ايه؟ سعداء دايما بسماع صوتك. ربنا يخليك وموفق دايما كده وبالتوفيق دايما يا حبيبي. الله يخليك يا كابتن احمد. إيه انا عايز اقول لك، انت جبت لي محمود بقى يعني اتكلم ولا حرجه. حبيبي صديقي، يعني جبت لي يعني من احسن اثنين انا بحبهم، عاصرتهم في نادي الاهلي. الفرقه ما كنتش بتحبها؟ لا بحبهم كلهم جدا طبعا، لكن صديق وإينو من الناس اللي انا بعزهم جدا جدا بصراحه، وحسام عاشور واحمد شديد واحمد عادل، اللعيبه دي الجيل ده يعني بصراحه انا بالنسبه لي شرف ليا ان انا لعبت معاهم. لا واحنا عارفين طبعا علاقتك بكابتن إينو وكابتن صديق الحقيقه، وارتباطك بيهم جدا، فكان مهم جدا يكونوا موجودين معانا النهارده حتى لو بصوتهم. لا والله انا اللي سعيد ان موجود معاكم النهارده، لان محمود من الناس اللي تحب انك تشوفها وتتكلم معاها. محمود من الناس المحترمه جدا، يمكن زي ما لسه إينو قايل من الناس اللي الواحد انا ممكن اكون زعلان منه، لان ممكن يكون قصر في حق نفسه كتير جدا، لان كان عنده اكتر من كده بكتير قوي. محمود من اللعيبه كويسه جدا جدا جدا، لكن هو قصر في حق نفسه. لكن اتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وانه يعوض كتير قوي من اللي فات يعني باذن الله. ان شاء الله حبيبي صديق، ما تحرمش منك حبيبي محمود، وبالتوفيق دايما حبيبي في اللي جاي كده ان شاء الله. سلام لحبيبي، حبيبي صديق. في ذكريات اكتر حاجه تفتكرها لكابتن محمود جوه الملعب بره الملعب، يعني زي ما انت تحب كابتن احمد؟ لا احنا مواقفنا كانت كتيره جدا، يمكن الاسماء اللي هو ذكرها دي كنا مش عايز اقول شله، لكن كنا قريبين من بعض جدا، إينو وعاشور وشديد ومحمد سمير وكابتن احمد حسن صقر وكابتن احمد بلال، يعني مش عايزين ننسى حد. كنا حوالي 7 8 كده كنا نحب نبقى مع بعض في كل حاجه. الفتره دي احمد كمان الحمد لله، يمكن على قد حبنا لبعض ده وقد اوقات المرح اللي كنا موجودين فيها، ولكن بفضل الله يمكن التركيز كان بيبقى عالي جدا في كل البطولات في كل الماتشات، ما كانش بيأثر ابدا على تركيزنا في المباريات ابدا. يعني يمكن محمود خد معانا بطوله افريقيا، كنا مع بعض في اكتر من سفريه، كان بيقول لنا مواقف كتيره جدا جدا كلها بحب، يمكن ده كان بينطبع علينا في الماتشات. مش مهم مين يلعب، المهم ان النادي بيكسب. محمود من الناس اللي الواحد كان بجد بيبقى مبسوط جدا وهو معاه. محمود من الناس قريبه مني جدا، يمكن احنا باستمرار مع بعض حتى دلوقتي وعلى تواصل دايما، وان شاء الله نفضل على تواصل دايما باذن الله. الناس خلينا ناخد رايك في حاجه كابتن احمد، بس ناس كتيره جدا والاعلام كتب على كابتن محمود انه بعد انضمامه طبعا من الترسانه انه محمود سمير هو خليفه كابتن ابو تريكه، وفي الوقت ده كابتن ابو تريكه الحقيقه يعني كان بيقدم مستويات اكتر. ما تفتكر ده ظلم اسم محمود سمير او اثر على مشواره بشكل سلبي؟ فكره المقارنه مع ابو تريكه اللي كان يعني هي المقارنه صعبه، لكن محمود فعلا كان جاي والناس كلها كانت بتتكلم عليه بشكل كويس جدا، وكان جاي كل الناس بتقول خليفه ابو تريكه فعلا. وانا يمكن في بدايه كلامي قلت لك ان انا ممكن اكون زعلان منه، لانه هو قصر في حق نفسه وكان عنده اكتر من كده بكتير جدا. لانه فعلا من اللعيبه المهمه، عارف انت دلوقتي قليل قوي لما بتلاقي لعيب تقول انه لعيب حريف. لسه كنا بنقول الكلام ده قبل الهوا على طول انا وكابتن محمود. دي حقيقه يعني، فمحمود كان من اللعيبه الحريفه اللي كانت تبقى مهمه جدا انها موجوده في الملعب. اتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله في المجال اللي هو ماشي فيه. وبالتوفيق حبيبي في كل شيء. حبيبي صديق، وتسلم على الكلام الجميل. شكرا كابتن احمد، شكرا جزيلا. حبيبي شكرا، نورتنا، شكرا جزيلا.